السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الـ MTI كلية الصيدلة، معاكم دكتورة نهى النجدي. النهاردة المحاضرة بتاعتنا هتكون عن الأمينز، والأمينز هنتكلم عليها سواء كانت أليفاتيك أمينز أو أروماتيك أمينز. فاتيك امينز او اروماتيك امينز. الاول احنا عايزين نعرف ايه الامينز. الامينز كتعريف they are organic derivatives of ammonia in the same way that alcohols and ethers are organic derivatives of water. يعني ايه؟ يعني كانها هي مشتقات من الامونيا. ادي الستركشر اوف امونيا NH3. لو انا شلت اي واحده من الاتشات دي وحطيت مكانها الكايل جروب، سواء مجموعه واحده او مجموعتين او ثلاثه، او ارايل جروبس برضو مجموعة واحدة مجموعتين أو ثلاثة، يبقى ده اسمهم الأمينز. الـ structure of ammonia زي ما انتوا شايفين كده، هي بيبقى عندي 3 الأمينز عندي 3 alkyl groups with lone pair of electrons، فالأنجلز بتبقى close to 109.5، والـ يعتبر الهايبريدايزيشن في الحالة دي sp3. الأمينز بنشوفها فين في حياتنا؟ بنشوفها في حاجات كتير. أكتر حاجة في حياتنا يعني for everyday use بنشوفها في الـ MSG أو monosodium glutamate. المونوسوديوم glutamate زي ما انتوا شايفين هو في مجموعة NH2، اللي هو عبارة عن بيسموه الملح الصيني، أو اللي هو التوابل اللي بتبقى موجودة في الإندومي، من مكسبات الطعم اللي هي بتخلي الواحد يحس إن الاكل طعمه حلو، وبيدخل يعني بيقال ان هو بيبقى بيلعب في الريسبتورز بتاعه المخ، علشان كده هو بتحس ان طعم الطعام جميل برغم ان هو ليه اخطار كتيره جدا. برضو اللي بنشوفه في الدواء طبعا مش افري داي يوز، يعني الكوكايين والستركشر بتاعه ده، او الكوكايين زي ما بيقولوا عليه، اللي هو الستركشر بتاعه زي ما انتم شايفين تيرشي امين. برضو المورفين از ا تيرشي امين. وطبعا اهم حاجه بالنسبه لنا هتبقى بندرس عشانها الامينز، غير ان هي طبعا داخله في كتير من صناعات الدواء، اللي هي البرايمري ستراكشر اوف ذا امينو اسيدز. امينو اسيدز ار كومبوزد اوف ان امين بارت اند ان اسيديك بارت. فطبعا احنا مهم جدا ان احنا نتعرف على الامينز، سواء ازاي نعملها، يعني نعملها سينثيسز او ايه رياكشنز بتاعتها عندنا في الكيمستري. The structure and classification of amines زي ما قلنا هي بتتقسم إلى primary, secondary, أو tertiary أو quaternary، بس ال quaternary نسميهم ammonium salts. احنا عندنا الأمين لو هي النيتروجين شايلة 1 alkyl group it's called primary amine. لو النيتروجين دي شايلة 2 alkyl groups بنسميها secondary. لو شايلة 3 alkyl groups بنسميها tertiary. ما ننساش ان النيتروجين عليها لون بير اوف الكترونز، فطبعا ممكن ازود كمان الكايل جروب، بس في الحاله دي نيتروجين will bear a positive charge and will be converted into what we call quaternary ammonium salts. عندي مثلا هنا example الايزوبروبايل امين، ده هنا ده this is a primary amine. هنا ايثايل ميثايل امين is a secondary amine. الأروماتيك أمين اللي هو الأنيلين طبعا طالما NH2 وشايلة ألكايل أو أرايل، فده يعتبر إيه؟ برايمري أمين. وترايميثايل أمين إز تيرشري أمين أند سو أون. يبقى الكاتيجوريزيشن أو الكلاسيفيكيشن اللي هو بتاع برايمري سكندري تيرشري أمينز أور كواترنري أمونيوم سولتس. طيب النومنكليتشر اوف امينز للاسف هو يعني كومبليكيتد شويه. النومنكليتشر بتاع الامينز يعني احنا كنا متعودين في كل النومنكليتشر بنقول يا اما بيبقى في كومن نومنكليتشر يا اما ايباك نومنكليتشر. الامينز عندنا ثلاث انواع من النومنكليتشر وكلهم they are acceptable، يا اما بالايباك سيستم، يا اما حاجه بنسميها كيميكال ابستراكت سيرفيس، يا اما بالكومن سيستم فور سمبل امينز. فبتلاقي ان الامين ممكن اسميه بثلاث طرق مختلفه. تعالوا نشوف الايباك. اول حاجه الايباك بيعتمد ازاي. الايباك بيعتبر ان الامينو جروب دي ملهاش بريوريتي. دي الطريقه اللي احنا يمكن درسناها قبل كده، doesn't have a priority. يعني ايه doesn't have a priority؟ يعني في الحاله دي مش تبقى هي parent name ابدا، انما هي تبين ان هتبقى substitute. فيجي يسمي الكومباوند على اساس ان parent مثلا فيه هو الالكين خلاص، وال NH2 يسميها امينو، فيبقى بس هيركب طبعا السلسله من الناحيه الاقرب للايه للامينو عشان هي هنا سبستيتيوت، يبقى هيسميه ايه؟ 1 امينو بيوتان.
يبقى هنا هو اعتبر الامينو is a substituent والبيوتان هو البيرنت. هنا مثلا هنا هناخد اطول سلسله هي كربوني يبقى 1 2 3 يبقى البيرنت نيم بروبان. تمام البروبان ده في الكربون نمبر 2 عندك مجموعه امينو ومجموعه ميثايل يبقى هسميه ايه بقى 2 amino 2 methyl propan. ماشي على نفس السياق يلا بقى ده هنسميه ايه بقى هنا هنسميه ايه 1 methyl amino propan. هنا اطول continuous carbon chain اطول سلسلة كربونية متصلة فيها كم كربونة 1 2 3 حلو وبعديها نيتروجين بس النيتروجين بعديها ميثايل نقوم نسمي ايه نسمي البيرنت هنا البروبان خلاص يبقى البروبان is the parent name وده أمينو شابك فيه ميثايل يبقى 1 methyl amino propan. اوكي هنا هنا the longest continuous chain هتبقى فيها 2 carbons يبقى parent name اسمه إيثان طلع من الإيثان ده ايه اي نيتروجين هيسميها أمينو حلو يبقى طلع منها أمينو بس الأمينو هنا فيها 2 methyl groups يبقى هيسميها ايه dimethyl amino ethan. So always in using the IUPAC name I will name it according after the parent اللي هو الكين واحط في الاخر كلمة الايه الأمينو as the as a substitute. الطريقة التانية اللي بنستخدم بيها النومنكليتشر اللي بنقول عليها اسمها قلنا ايه ده كيميكال ابستراكت سيرفيس. في الكيميكال ابستراكت سيرفيس هي طريقة غريبة شوية بس يعني انا هحطها لكم عشان لو قريتوها بعد كده في اي مكان ان شاء الله يعني في الشغل او كده ما تبقوش مستغربين. احنا دايما متعودين انه يبقى في بيرنت نيم وفي سبستيتيونت صح؟ هنا هو بيتعامل مع الكومباوند ده كانه الاثنين بيرنت نيم يعني لو قرينا بصوا للاسم هتلاقي ايه بيوتانامين بيوتان مش بيوتايل اوكي بيوتان امين فهو اعتبر كان ده يعني هو انهاها بكلمه امين بس اللي قبليها ده كله على عليه بيوتان هنا مثلا كومباوند ده هيسميه ايه 2 ميثايل 2 بروبان امين خلاص فبروبان امين اتس ا بيت ويرد يعني انه كان الاثنين كده بيرنت نيم هنا هيسميه ان ميثايل بروبان امين هنا ان داي ميثايل ايثان امين الحقيقة احنا يعني كاستخدام احنا بالنسبة لنا مش هنستخدم طريقة الكيميكال ابستراكت سيرفيس دي لو انا بقول لكم يعني name the following compounds انما بس انا حطها لكم هنا ايه تبقوا عارفين علشان ما تستغربوهاش لو شفتوها في اي مرجع او في اي مكان بعد كده ان شاء الله ايه في العمل يعني الطريقة بقى اللي هي التانية اللي هي الكومن اللي هو بيسميها زي يعني logic ان انا باخد حاجة parent وباخد حاجة substituent هنا بقى هيعكس مش زي الايباك هياخد ان الامين هي parent والالكايل هي substituent فبالتالي هنا 1 2 3 4 يبقى اسمه ايه butyl amine N for normal normal butyl amine هنا هيسميه ايه دي كمجموعة في common nomenclature اسمها tertiary butyl اللي هي 4 كربونة شكل T قلنا tertiary butyl يبقى اسمها ايه tertiary butyl أمين تمام هنا هيسميها ايه بقى هنا ال N في النص اللي هي الأمين شبكة من الناحية دي في ميثايل شبكة من الناحية التانية في بروبايل فيقوم كاتبهم according to the alphabetical order يقوم كاتب ايه ميثايل بروبايل أمين يبقى البيرنت عندي تاني النيتروجينة دي أمين شبكة في ايه من الجنب ده ومن الجنب ده من هنا ميثايل ومن هنا بروبايل يبقى يقول ايه ميثايل بروبايل امين حلو يبقى ده بقى تفتكره هيبقى اسمه ايه بقى شبك من هنا في ايثايل ومن هنا ميثايل وهنا ميثايل يبقى طبعا هقول ايه ايثايل داي ميثايل امين اوكي يبقى الايوباك نومنكليتشر بياخد امينو الكين ماشي انما الكومن نيم يعكس ياخد الكايل امين قلنا الكيميكال ابستراكت نومنكليتشر ده just for you to know about تمام دول كانوا الاليفاتيك امينز انما الاروماتيك امينز العمليه اسهل شويه البيرنت بتاع او يعني الاب بتاع الاروماتيك امينز هو الكومباوند ده اللي هو اسمه الايه الانيلين حلو هو بيعتبر ان الانيلين ده البيرنت as long as طبعا ما عنديش هنا مجموعه اعلى من ال NH2 يعني لو ما عنديش كربوكسيليك جروب او اي حاجة تخليه يتحول لأسيد يعني هنا مثلا عندي الانيلين is the parent ويبقى
السبستيتوينت اقول اسم السبستيتوينت followed by the name of the aniline. فهنا هيبقى اسمه ايه؟ 2 نيترو انيلين او ميتا نيترو انيلين. هنا هسميه بارا كلورو انيلين او 4 كلورو انيلين. هنا طبعا الكربونه اللي شايله ال NH2 بتبقى هي نمبر 1، يبقى 2 4 6، يبقى 2 4 6 تراي كلورو ايه انيلين. This is the name of the aromatic amines. طب ماذا لو عندي ان النيتروجين عليها سبستيتوينت في الانيلين؟ بقوم قايله عليه ايه؟ بقوم قايله علشان ادل على المكان، انا ما عنديش بقى هنا اورثو ولا ميتا ولا بارا، انما المكان اللي هي السبستيتوينت على النيتروجين، فيرمزوا له بكلمه ان since it's on the nitrogen. فنقول ايه؟ ان ايثايل انيلين هنا ان ايثايل خلاص، وهنا المفروض ان في اتش، يبقى ان ايثايل ايه انيلين، ده يبقى اسمه ان يبقى انا عندي الكومباوند ده بما ان فيه في النيتروجين شابك من الناحيه دي مجموعه ايثايل ومن الناحيه دي مجموعه ميثايل، يبقى اقول ايه؟ ان ايثايل ان ميثايل انيلين. اوكي، هنا الكومباوند ده عندي هنا شابك فيه مجموعه ايه؟ مجموعه ايثايل بس، فاقوم قايله عليه ادي مجموعه الايثايل، اقوم ايه ده كله على بعضه اسمه انيلين، يبقى اسمه ان ايثايل انيلين. ماشي، المركب ده بقى عندي مجموعتين ايثايل شابكين في النيتروجين، فاقول ايه؟ ان ان داي ايثايل. ناخد بالنا بقى لو تكررت الايثايلز او تكررت المجموعات على النيتروجين بكرر الايه اللي هي الان، فقول ان ان داي ايثايل 2,4,6 تراي برومو انيلين. اوكي، سو ذس از ذا نومنكلتشر اوف اروماتيك امينز اند اليفاتيك امينز، ات جوز ذس واي. الphysical properties of amines، احنا عايزين طبعا في الphysical properties دايما بنتكلم على حاجتين mainly، بنتكلم على ال boiling point ودايما بتكلم على ال solubility عامة. يعني ايه في الphysical properties دول الاثنين اللي بهتم بيهم؟ احنا عارفين ان تعريف الهيدروجين bond هي ال bond اللي بتتكون because of the attraction between any atom with lone pair of electrons and the hydrogen that is also attached to an atom with lone pair of electrons. فالنيتروجين عندها lone pair of electrons تقدر تعمل hydrogen bond مع another molecule of amine من اللي عنده hydrogen bond. يبقى all amines are capable هيبقى الامينز will be capable of forming hydrogen bond، بس بشرط طبعا زي ما اتفقنا يبقى في اصلا على الامين الثاني المولكيول الثاني هيدروجين، يبقى ده مش هيحصل الهيدروجين bond دي غير في البرايمري امينز او في السكندري امينز، التيرشري امينز مش هيعملوا this a hydrogen bond. فهنلاقي because they possess polar NH bond primary and secondary amines are capable of intermolecular hydrogen bonding. Higher boiling points than alkanes but lower than alcohols. يبقى بسبب الهيدروجين bond دي هنلاقي ان primary amines and secondary amines will have higher boiling points طبعا عن الالكينز. بس عمر ما بتبقى الهيدروجين bond قوية زي ما بتبقى طبعا ما بين ال O وال H في ال فعشان كده الالكولز دايما هتبقى ال boiling points بتاعتها أعلى. الامينز are capable of forming hydrogen bonds with water. تعالوا نشوف بقى، عندي نيتروجين عليها lone pair of electrons والووتر طبعا فيها partially positive hydrogen، فهيتكون بينهم وبين بعض ايه hydrogen bond. ففي الحالة دي هيبقى طبعا الامينز بقى كلهم سواء primary او secondary او tertiary will form hydrogen bonds with water, thus they are a soluble in water. Also important بقى chemical properties of amines actually is their basicity. The basicity of amines أو إن الأمينز they are basic, they are actually more basic than ammonia. دي important feature في الأمين. أنا بس عايز أفكركم الأول يعني إيه امتى الحاجه تبقى اسيدك وامتى الحاجه تبقى بيزك. انا عندي 3 theories او 3 تعريفات امتى الاسيد يبقى اسيد وامتى البيز يبقى بيز، في التعريف بتاع ارهينيوس، في برامستد لوري، اند في ذا لوس.
ارهينيس اللي هو التعريف بتاع ايه بتاعنا واحنا صغيرين خالص، ان الاسيد الحاجه اللي ايه اللي بتريليس بروتونز في المي، وان البيزس الحاجه اللي بتريليس او اتش في المي. اكشوالي طبعا ده مش بس بيز، ده هو ايه، ده تعريف الالكلي. يبقى ارهينيس ابسط تعريف ان الاسيد بيطلع لي اتش بلس، وان البيز او الالكلي بيطلع لي او اتش ماينس. اوكي التعريف بتاع برامستد لوري انه الاسيد از بروتون دونر، بيعطي بروتونز. البيزز بقى بروتون اكسبترز. يبقى برامستد لوري قالوا ان ده بروتون دونر والبيز بروتون اكسبتر. امالوس هو ده اللي احنا عايزين نستخدمه النهارده في الكونسبت بتاع احنا نفهم ليه الحاجه بيزك. هو اللي قال ايه؟ لوس قال ان الاسيد از الكترون بير اكسبتر، يعني بيستقبل الكترونات، ياخد زوج من الالكترونات. اما البيز از ان الكترون بير دونر، يبقى الحاجه اللي بتدي الكترون بير عندها نون بير اوف الكترونز تقدر تعطيهم، ده اعتبره ايه؟ بيز. والحاجه اللي عندها تقدر تستقبل pair of electrons دي هعتبرها acids. هل؟ يبقى according to Lewis لو جينا بصينا على structure بتاع الأمونيا مثلا، الأمونيا النيتروجين هي عندها lone pair of electrons تقدر يا إما بتستقبل H plus، ده كده هو حسب تعريف برونستد لوري they are proton acceptors، أو إن هي بتعطي lone pair of electrons دي بتاعتها في الإيه في reaction. خلاص؟ فهنا اللون بير دول هما اللي بيخلوا الامينز ار بيزك. كل ما اللون بير اوف الكترونز دي تقدر الامين ان هي تعمل لهم ايه ريليس اكتر، الكترون ريليس، كل ما ده هيزود البيزستي. ماشي، هنشوف بقى دلوقتي احنا ايه الفكره في الامينز امتى، ودي سكيل مهمه جدا لاي صيدلي، ان انت تعمل التريشن في الخصائص الدوائيه. يعني انت طبعا غير ان انت بتخترع الدواء نفسه او بتحاول ان انت توصل لتارجت مولكيول، ساعات بيبقى عندك مولكيول او دواء انما ليه بعض الخصائص اللي غير مستحبه، مثلا الاسيديتي بتاعته زياده، البيزيتي بتاعته زياده، هتخلي الابزوربشن بتاعه احسن لو انت مثلا زودته وخليته ايه less basic او more basic and so on. فعايزين نعرف ايه اللي يخلي مجموعه النيتروجين اللي في الامين تبقى سواء more basic او less basic. طب قلنا الكومباوند لو بيدي lone pair of electrons هيبقى more basic. According to this ان هيبقى اي الكايل امين is more basic than امونيا. ليه؟ انا عندي الامونيا attached to 3 hydrogens، انما اي الكايل امين هيبقى فيه مجموعة الالكايل، واحنا كنا درسنا قبل كده ان الالكايل جروب دي ايه ليها positive inductive effect. وتاني يعني ايه positive inductive effect؟ يعني بتدي الالكترونز across a sigma bond. يبقى هنا هي عماله تدي الكترونز للايه للنيتروجين، بتغذي الكترونز النيتروجين، ده يخلي الالكترونز اللي على النيتروجين الالكترون بير الريليس بتاعها اسهل. اوكي او اعلى، او كده زودت انا الشحنه الالكترونيه على النيتروجين يبقى becomes ايه مور بيزك. يبقى الالكايل امينز ار مور بيزك ذان امونيا. ماشي طيب عندي دي هنا تاني بفكركم بايه تاني الاندكتيف افكت از ديفينيشن للناس اللي مش فاكره. اندكتيف افكت از ان افكت ريجاردينج ذا ترانسميشن اوف ان ايكوال شيرينج اوف ذا بوندينج الكترون ثرو ا تشين اوف اتومز ان ا مولكيول ليدنج تو ا بيرمننت دايبول ان ا بوند. ذير ار تو تايبس اوف اندكتيف افكت، بوزيتيف اندكتيف افكت اند نيجاتيف اندكتيف افكت. وارجو ان انتوا ترجعوا تاني تراجعوا الكونسبتس دي. يعني عندي هنا مثلا الكلورين بيكوز ات هاز هاي الكترونيجاتيفيتي هتسحب الالكترونز من الكربون اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها اب تو 4 كاربونز. بنقول ان الكلورين هنا هاز اي نيجاتيف اندكتيف افكت عشان بتسحب الالكترونز، انما مجموعات الالكايل اللي بيتاخد منهم الالكترونز فاحنا بنقول عليهم ليهم بوزيتيف اندكتيف افكت. ماشي يبقى انا لو حطيت اي الكترون withdrawing جروب بتسحب بقى الالكترونات، يبقى كده انا هسحب الالكترونز من على النيتروجين، ده خليه بقى مور بيزك ولا ليس بيزك؟ هسحب الالكترونز يبقى طبعا بقت ايه ليس بيزك. حلو، يبقى انا لو حطيت على الانيلين مجموعه نيترو، الانيلين اللي فيه 2 نيترو is طبعا مور ليس بيزك ذان اللي فيه مجموعه نيترو واحده، ليس بيزك ذان اللي هو انيلين بس. وطبعا اللي فيه مجموعات الكايل، والمجموعات الالكايل قلنا ليها ايه positive inductive effect يعني بتدي الكترونز، هيبقى this is the most basic
اللي هو 2-4 ديميثايل انيلين and then comes the aniline and then 2 nitro aniline and then 2-4 dinitro aniline. So electron withdrawing groups decrease basicity. Number 3, aromatic amines are considerably less basic than alkyl amines. Aromatic amines عمدا هتبقى كلها less basic than alkyl amines generally, يعني less basic. ليه؟ تعالوا نشوف. احنا كنا خدنا قبل كده ما درسنا الانيلين انه لون بير اوف الكترونز بتاعت الانيلين ممكن تعمل ريزونانس او ان الحلقه بتخلي بتسحب اللون بير اوف الكترونز وبيحصل ايه ريزونانس اوف ذا لون بير اتس ايه ان كونجيجيشن with the aromatic ring. That هيسيب actually على النيتروجين كمان positive charge. So because of that lone pair of electrons are involved in resonance, okay, this will make the nitrogen atom becomes less basic in aromatic amines than of course in alkyl amines or aliphatic amines. طيب لو حطينا electron بقى releasing group زي ما اتفقنا حاجة بتدي الالكترونز, الالكترون releasing group on aromatic amines increase basicity whereas electron withdrawing groups decrease basicity زي ما ايه احنا لسه شايفين. يبقى انا لو حطيت مجموعة nitro it's electron withdrawing يبقى هتقلل البزيزيتي. لو حطيت مجموعة alkyl it's electron donating يبقى هزود البزيزيتي. وان general كده كده ده ناخد بالنا this is an aliphatic amine while actually this is a an aniline the cyclohexylamine انما ده aniline. وقلنا generally ان الالكايل amines are more basic than الاروماتيك amines. يبقى تاني نراجع الفكرة كلها بتاعت البيزيزيتي تاني يعني ايه الحاجة تبقى بيزك. عايزين نفتكر ان التلات تعريفات امتى يبقى الكمباوند is basic if it ionizes to produce hydroxyl group المفروض كده سميها alkali actually لو هي proton acceptor او electron pair donor. يبقى accordingly عندي الالكايل amines هيبقوا more basic than the ammonia عشان فيهم alkyl groups بتدي الـ A بتعمل positive inductive effect. تمام؟ لما حط electron withdrawing group this will decrease the basicity. يبقى كل ما يبقى فيه electron withdrawing groups the basicity will decrease. لو فيه electron donating groups the basicity will increase. عكس بالظبط اللي احنا كنا درسناه في الفينولز. احنا عندنا في الفينولز كنت بزود الاسيديتي ازاي؟ في الفينولز ازود الاسيديتي لما احط احط الكترون withdrawing groups so كده بتبقى الايه الاسيديتي بتزيد. ولو حطيت الكترون donating groups الاسيديتي تقل. هنا بالظبط ايه العكس. وإن الأروماتيك أمينز are considerably less basic than alkyl amines. قلنا السبب لأن الإيه lone pair of electrons of the nitrogen are involved in the resonance with the aromatic ring. So those are the most important concepts بالنسبة للبازيسيتي. عندك problem هنا بقولك arrange the following compounds according to their basicity from most basic to least basic. دي يعني ايه تدريب. عايز اشوفكم في الشات تحت انا هعمل لكم كده لينك للشات تحطوا لي الايه الترتيب هيبقى يا ترى الترتيب مين هنا 1 2 3 4 5 حطوا لي from the most basic to the least basic.